نقلت صحيفة النهار اللبنانية عن مصادر أمريكية قولها إن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بعد مشاركته في افتتاح المفاوضات السورية في مونترو سوف ينتقل إلى مدينة دافوس السويسرية للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد سنويا في هذه المدينة، حيث من المتوقع أن يجتمع مع الرئيس الإيراني حسن روحاني كي يناقش معه الصراع في سوريا إضافة إلى الملف النووي وقضايا أخرى.